يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المؤلف رحمه الله: العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة. بداها الله بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وعينو سعودي كتاب كاها كتاب التوحيد الذي هو حق الله على أبيه. وحقول حجرني مسائل كباب كوبات إلى يستقال مسألة أي سواخرني. المسألة العاشرة مسألة الطبنات الغفة لسنة درسي وحاكم إذا الآيات المحكمات آيذها محكم كاه. طبعا المحكم هرأ وصف السرني وآيذها على النسخين الشقية أما آيذها معنوه ذسك عديهاي ووحشبها كجر الواضحات غير المتشابهات عن أهين. الآيات المحكمات وآيذها المحكمات كاه في سورة الإسراء كجر سورة الإسراء أيان سؤغاني، وفيها أيضا سوحا كجر 18 مسألة. طبعا يتسديد مسألة دود أي آيات رؤوس هذا القاضي. بدأها الله إله وحكب الله بقوله هذا الكيسة: ولا تجعل مع الله إلها آخر. إلهي سبحانه وتعالى إله كلها على صمين على عبد أداس أصلا سوف تقعد واحد سوف ريسان دون تقيامها مذموما مثل عيبيي مثل عايي مخذولا لخذليو معناها لو قرقار قفك إله إلهك لا عابدة قيامه إيمانا يا سو عيبيسان هدانا خذل قد عيو لو قرقاري خذل قحوة يقفك مر قرقار وباهي هاي وحولو قبرين أيذا سلاه كب اللابي وختمها وحكوس وختمي بقوله هذا الكيس ورهي: ولا تجعل هيل مع الله إله لجل كيسا إلها آخر معبودك لها سميسان فتلقى وحال وطور أمرك في جهنم جهنم دحر هذا ملوما أضوء إذي سنا مدحورا مطرودا لسؤري ونحرس لغيري لغيري. ونهى ونبه الله إلى برارجي إلى يوحو برارجي سبحانه على عظم شأن هذه المسائل. مسائل كان شأن جود إنه وين يهيب برارجي نحن برارجي بقول هذا الكيس ورعي ذلك كاس عن صوت شيقني انت أصعيضون مما شيق بيكم ديهين أوحى إليك ربك ربك أوكو وحيودي من الحكمة أيضا في إسراء كجري وقضى ربك لغسوا بالله إلى لغسوا قال ذلك ما أوحى إليك ربك من الحكمة وحا كجرته تواني سديد مسألة دول بالله إذا ما كان واسكو ميت وحاله بالله إله إلهك لا عابد وحاله سوى قسمي إله إلهك لا عابد. الآيات المحكمات وأيضا محكمك في سورة إسراء كجرة وفيها وحى إلى كسوغا 18 مسألة سديد يتوان مسألة دول. بدأها الله إلهي وحكب الله بي وسألها بقوله: ولا تجعل هييل مع الله مع إله من عيسى إلها آخر أي معبودا آخر معبود خلاص ما يستنى إلى لفظ الإله معنى معبود وحلى عبوده واي أضوء إلهي عبوده أيو عذك لو حضرين مركز فتقعد فالا وفاء الجزاء وايوم أبالك حون قندونا إلى صوف ريسته مذموما حالتها مثل عيبي أو لعايي مخذولا أو هذا الخذلي معنى عن لو قرقاري وختمها وحكو الصور لما يستري بقوله: ولا تجعل هيير مع الله
إلهي معيسى إلها آخر معبود كلها سميسان فتلقى الغطور في جهنم جهنم نحن هذا ملوما أضو إذيسنا لام يلوم ملامة وإذو ملوما أضو إذينا وحلو إذي سميسي معنا مدحورا أي مضرودا الله سوء بريي لغسوء عريي نحريس إلهي هذا ما دونتا ونبهنا الله سبحانه إلهي نزهنا وحن غبر رجي على عظم ويندا شأن هذه المسائل مسائل كان شأن يقولون أدوين يهي وحن غبر رجي في قولي هذا الكيس أولاي ذلك أنت أصلا سوى الشيقني مما كيبي كمديهين أوحى إليك وكو وحيوذي ربك ربي قاء من الحكمة حكموينك إلهي وكو وحيوذي بكم التاين تاس الحادية عشر مسألة كوي سمرات آية سورة النساء سورة النساء آية كجرتي آية سوغاني التي آية دا سو تسمى لغم غعابه آية الحقوق العشرة طبنكي حق آية كالليسي طبن حقوق أياجر إلهي سبحانه وتعالى ونوشيغي أو آية سكاد شيء بدأها الله تعالى بقوله إلهي وحكب الله بقول كيسا واعبدوا الله الله عابد ولا تشركوا على وداجننا به بالله الله شيئا وحبا مجد أمرك باللغة وحوة توحيث نفس الله بالله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآيات إلى ما أرسلت صوان حقوقي كهذا الشيء الثانية عشرة مسألة لبي صبنات التنبيه برارجي لسكو برارجي على وصية رسول الله رسولك على دردار تيسي صلى الله عليه وآله وسلم ودردار مي عند موته غيري دي ساكتها نبي مركو لمن آي أيو دردار مي واسي بن مسعود لها آي من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمها فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربك مركا دردار بيا هاي أو معلومة كذب لي وابل أو صديب التنبيه برار الجلس كبرار جي على وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دردات رسولك عند موته لمشهد ساكتسا ونودر دار لمشهد ساكتسا ونودر دار الثالثة عشر مثلا صدح كبرنا دي باب كان لغفة يسنى وعكم إذا معرفة حق الله علينا قرسوا عن قرني حق إله نقول لي إلهي حق دوشان وكلية هاي أهيان سوغان وآه إن كليس لا عبود أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء الرابعة عشر مسألة فريق صبنات معرفة أغال أن سوغان حق العباد أدوما حق كليهين عليه على الله إلهي وقرما إذا هدي أدو أي قتان حقه وحقه سي قتان حتى يصير كليس عابدان إنما سأقدر إنه جنة جينا سيا ألا يعذب وإنه سعذابي حقا إلهي صائصة صاري عدوة إلهي وكشة يكرتا مجرسوه إلهي فضلي إيساء سيا حقا إيساء صاري أو حوري هذه الدومة لكله عبدان أنما عذاب أيو معرفة أغال أن سؤغاني حق العباد الدومة حقه عليه على الله إلهي كليه إذا أدوا مركي قتان حقه سبحانه وتعالى حقه مركي قتان هذه مركي إلهي كليس عبده ويده أو وحكا لا عبده عذاب ما هو رئيسي مركز الخامسة عشر مسألة شني صبرات أن هذه المسألة مسألة دان أوه إلهي إنه سنع عذابين قفكي كليس عبده مسألة ده لا يعرفها مكسين أكثر الصحابة صحابة بلن كودي أو في حياة معاذ يعني معاذ مرفو نورا معناها صحابة ما أقولين ماها عيبين ماها دلعين ماها دريد الدرائي ماها يوحى لقوة ذا مسألة ذاتي صحابة ذي معاذ نبي وقفص أشيقي معاذ وأديدي إنه صحابة أشيق نبي ها أشيقي مبير مركا ذات بدن الصحابة كم إذا مركي معاذ ونولا ما بلو شيء نايك
markuu dhimanayo uu sheegay markaasay markuu dhimanayo isagoo ka cabsanayo cilmi u qariyay darteed ayuu sheegay inta ka horeysay cid taqaana mal asaa keliya yaqiina bas anna hadihi almas'alat mas'alatan wa ah alla yucadiba man laa yushriku bihi shay'an ah laa yacrifuha ma aqoonin aktaru saxaaba macnaha nabiga amray mucaad inuu ka qariyo dadka wuxuu yidhi laa tubashirun fayastakilu ha u bishaaraynin way tala saaranayaan marka inay naxariista ilaahay waasacnimadeeday tala saartaan darteed ayaa loogu sheegi waayey ilan dadka qaar isku fikir maa macaasideeda qaar ku degdegaa markii ismarkii wax loo sheego saas darteeda ha loo sheegi waxa u sheegi baa laya lidaalika dadkii markaa noolaa waagii mucaad uu noolaa saxaabadii la joogtay badankoodi ma aqoonin sababtoo ah mucaada saga ma sheegin asaadisata cashara mas'aladaas lix iyo tobnaad jawaasu banaan inay bannaan tahay kitmaani alcilmi cilmi in la qari karo lilmaslaxati hadday maslaxada ku jirto cilmi hadday maslaxa ku jirto in la qari karo xaggee ka qaadanay nebigi sooma dhin mucaad afalaa ubashiru naas ya rasuula allah dadka baa u bishaareeya qaala laa qaala laa tubashirun fayastakilu cilmi waaye mas'ala min masaa'il cilmi ka mid ah waaye laakiin waa la qariyey mararka qaarkood maslaxa keenayso cilmi in la qariyo waxay culimmadu ku qaydeen waa cilmiga qofka markaa ka zaa'ida calaa qadri xaaja yacni cilmigan hadda asaga haddii loo sheegay haddaan loo sheegin wax u dhimaayo ama u kordhinaya qofka ma jiro keliya waxa waaye abaalmarin waay waxaa nala amray inaan amarka alla qaadano ilaahay caabudno bas wixii ka dhalanaya in lagu sheegay shardi maa addoon allah tahay ilaahay baa sayid ku ah allah ku ah rabbi ku ah amaruu ku siiyey allah caabuda lagu dhahay amarka qaadoo fuli bas hogaansan maxaan helaa haddaan saan samay ha dhihin ilaahay kuma dulminayo subxaanahu watacaala walaa yadlimu rabbuka axadan in marka abaalkii lagu sheegaa wax martay ay daruuri ma ahan lidaalika saas darteed cilmiga qaarkiis waa la qarin karaa haddii maslaxa diiniyii ku jirto oo dadka qaar ay ku fidnoobayaan masalan ama qof laftiisu ku halaagsamaayo abu hurayra radi allahu canhu ayaa maalin maalma ka mid a wuxuu yidhi saddex shay nigi kamal adin sheega laba markuu sheeg ka saddexaad wuxuu yidhi haddaan sheego qoortaa laga goynayo ma sheegaayo waa iska aamusan macnaha marar qaarkood cilmigaasay adoo sheegi kara laakiin hadday jiraan waxyaabo dhibaata kaaga imaan karta ama dadka wax u sheegaysay ay ku fidnoobayaan cilmi noocaas oo kalaa in la qariyo waa bannaan tahay amaa cilmiga oo dan iyo xaaja kaaga jirto cibaadaday ku xiran tahay taas lama qariyo taas lama qariyo saa u tukan lahayd saa u soomi lahayd saa loo caabudi lahayd taas taas lama qariyo qofkii qariyana ilaahay wuxuu leeyahay ina aladiina yaktumuuna maa anzalna min albayinaati walhuda min bacdi maa bayannahu linnaasi fi lkitaab ulaa'ika yalcanuhum ullah wayalcanuhum ullaacinuun dadka qariya waxa aan soo dejinay ee aayada iyo hanuuna markaan dadku u caddaynay kadib kitaabka dhexdiisa dadka qariya nimankaasi ilaahay baa lacnaday waa cilmiga ummadda u baahan tahay ilaahay ku caabudi lahayd maxaa xalaal oo maxaa xaaraam ka ah maxaa loo diiday maxaase loo fasaxay see loo cibaadaystaa taasi cid laga qarin karaa ma cid qarin kartaana ma jirto laakiin cilmiga aan ka hadlayna wuxuu ahaa kii hadda oo kale dadka qaarkood markaad aayadaha iyo axaadiista ka sheekeyna axaadiista ilahay waasicmada ugu sheekeyso isla markii waxay u degdegaan macaas ilahay kafuur raxiim iskala yihiin waxayna dardaraayaan dadka noocaasoo kale in laga qariyo laa baasa bihi sida haddaba mucaad uu u qariyey nabigu amray inuu qariyo cilmigaasi jawaasu kitmaani alcilmi cilmi qarintiisaa bannaan lilmaslaxati hadday maslaxa diinta ugu jirto asaabicata cashar waxa waaye istixbaabu in la gaclooday bishaarati lmuslimi muslimka in loo bishaareeyo bimaa yasuru wuxuu ku farxaayo qof walaalkaa muslim ah wuxuu ku farxaayo inaad ugu bishaarayso waa shay mustaxab oo wanaagsan soo ma dhicin mucaad afalaa ubashiru nnaasa ma u bishaareeyaaw qof walaalkaa wuxuu ku farxaayo niyadiisa farax gelinaysa inaad u sheegto weliba ajiraad ka helaysaa waay bilcagsi waxa murugale haddaad u sheegtana dembi waay ma bannaan wuxuu ku murugoonaayo dhib kasoo gaaraayo inaad ka ilaasaa lagaa rabaa mar walba waxuu ku farxaayo inaad u sheegto
الثامنة عشرة مسألة زيدي صبنات الخوف عبسي لقى عبسده من الاتكال إن لسكوها الليو على سعة رحمة الله إلهي نحريسي سواسع نمذي إذا إن لسكوها الليو إن لقى عبسده ضد بدن وحال كيسا إنت إلهي عاسيان كليهين إلهي غفور رحيم وحي كبا نيستين لفظ ياسر غفور رحيم وكبا نيستين إلهي معاسيس وانا دم ببنا إلهي غفور رحيم واهي لكن شديد العقاب واهي أقوب هل أيضا لو كل مين اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ولي وحال زور مريي شديد العقاب إذن وإن لقب بقى إن لا تلسار حديث إلهي إلهي عزيز رجي نب مالي قلبي كويس يكون حديثنا أيو مارتي ولو البدن هسكو أبيري لكن وحي لو قدري واجبات لأيمو وحي واجبات لو ساري انت كرانك أغلى إيمو وحي لقار ريبي حمانة كهر نيدا ذا إلهي يكون حريصنا أي نيسو وإلهي حديث قدس وحكولي هاي أنا عند ظن عبدي بي أنا إلى أدونك وحكولي ما ليسو أيان أهاي إن إلهي مروا لكما ليسو إنه يكون حريصنا أيو إنه جنس كجين أيو إنه كودن بالأفا أيو قلبي يقشو معنى ذي ما أمرك معنى ذي ما إمرك أصاد نيسو إنا واحد دوز كسر مسجد ما صحابتي إلهي روا نحرس وارد جنجرين هذا أنا عبادة أميرة وكد ذلك جرين التاسعة عشر عشرة مسألة سالي صبنات قول المسؤول قفك وحل ويديو عما شيء لا يعلم سن كسين هذه الويدي وينورها الله ورسوله أعلم إلهي رسولك ساقرنا يدو طبعا طبعا وهو مركم نبي نولا وحال قدها ورسوله اعلم الى رسولك سيئه وقال بدن هذا رسولك وارد عليه الصلاه والسلام وحد ان شيء علم وما لها سقى الله اعلم الوسوس قفصنا هذا هذه وحل ويديه وحال زي الدين كوساسنت هاي هذا استجابه كسخضاف اسكسو طور باش الدين وحان وحال يابا قفنا وشي دين انا اقاته خلص اني تاي هذول نباس بدن مركي كدعو هذا أقول الله ورسوله أعلم سبحانه الله أعلم ومعاذ بل ويدي يا معاذ أتدري ما حق الله عباد وما حق العباد على الله قال الله ورسوله أعلم مسألة كسر الدين هذا أقول أولهين أقول دين الله أعلم له هذا على أعلم نصف العلم العشرون المسألة العشرون مسألة دي لباتنا دي أن كفا يتني باب الكوبات جواز إني بنانتا تخصيص إنه قاريه بعض الناس ذكر قاركيس بالعلم علم وقاري العلم دون بعض وكو كلام كجل ذكر قار علم الجوني عن السيو ذكر عن السينين وبنان ساي حقيقة هذا ني نبي جا معاذ وشيعي مثلا دان وحوني عنا وشيعي هذا كو كوبناس إذا ده وشيعي تو أتلا صارنا يا ومثلا دان كله إني وياه ومسائل ك خفك على قدر حاجتي كبضوع أو زيادة كع علم زيادة أو أما علمك دين تعالى كوحرم كاسر وحواي أما الدرنا لو شيئا إدقار لو شيئا مجرسو جواز تخصيص بعض الناس ذاتك قار لوك قاريهلو إني بنانتاي بالعلم علم لوك قاريهلو دون بعض خوك على سكدود خوك على دي كوش النوبايان والسكدافايا الحادية والعشرون مسألة كوي لباسانات تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم نبي إنه متواضعها تواضع يعني ما كبر ما كبر ما كبرين عليه الصلاة والسلام إنه حوسها أو وتواضع الليل سن تلك المؤمنين تا حقيقة وغاني لركوب الحمار دمير وفر النبي عليه الصلاة والسلام نبي دمير دش يسوق كوري ده كما لا ما يلا هذا دمير كور كور كورة أو ما يسال يبيج ما يلا يعني لكن نبي متواضع هاي الدمير يسكفوا الوقت ولي بما علي الدافع عليه ولا لف ولا كل زماني قال الله لا صارنا معاذ بالله صارنا انه دمير دوش ككورنا وتواضع ان دتك لف ولا تواضع كلاسيا انا ما لسه انا ما الفرج يدك ما دينا عليه الصلاه والسلام ان ان كنت هنا الربا مركا كبير كا يسوين اسك دافرو تواضع ان الله نيما الثانية والعشرون مسألة لباد جواز إني برنانتها على الدافع إن لسفوله على الدابة دابة وحيلو سعنا يورون وايه مركا
waxyaabaha hadda ee baabuurka iyo waxa dhib malan ayo waxa ma dhibaatoodaan oo iska jamaadaad waay, laakiin daabada xisiga dareenka leh sida faraska iyo dameerka iyo wixii la mid ah in dushooda la kori karo laba qofi ay fuuli karaan iyo wixii awooddiisii ah dhib ma leh. Labaas dhib male waxay ku xiran tahay ma awoodaa ma samay. الثالثة والعشرون فضيلة معاذ ابن جبل صحابي جليل كان معاذ بن جبل فضل ولها وسوغاني ما دام النبي عليه الصلاة والسلام ولا صاحبي ودش قال كذا أنا ضمير كل شيء كيسناي علم كار على سي إنه نفاض لها أيام مش قاضنينا مسألة لا بد من بيتين الرابع والعشرون أفر إلى وسناد عدم شأن هذه المسألة مسألة يعني حال كذي وأدوية مسألة وحيدة هاي حق الله عباد إن أوغان قف والبو ما أنت هل كان جوغا وحقوقا ذي إلي حق نوكولي إلي حق نوكولي وحيتا سكل سنة عابده بس وحيابك الله أمين سكدك نو إني مكوين تاين وحقوق دليل واقع إنت أصار قصة صاري أو مسألة باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب باب كلا بادوة فضل التوحيد توحيد كفضل أولية عدي قف التوحيد بكسفوبه على كل سوء عابده محو فضل وهل الدونا يا وما وحي كفر رافايو من الذنوب الذنوبة وفق التوحيد كا توحيد قاسي واحد دم بلغو رافايو أيام بران دونا بابكا لو شيء سوجي الأمر فضل التوحيد كو توحيد كفضل ولي طلبات وما يكفر من الذنوب وحي دم بلغو رافلها. طبعا توحيد كان وعلى قوة توحيد العبادة توحيد العبادة لقوة ذا وإلهي كل جيس لعبده وقول الله تعالى إلى يقول سبابي الذين ذكي آمنوا حق رمي ولم يلبسوا عن كدهن إيمانهم إيمان كودي بالظلم ظلم عن كدهن أولئك كواس لهم وحاوسون هذه الأمن أمان إن بتقلي وهم أيقان أه مهتدون كوها نوسا الذين آمنوا وقوا إلهي عابدي كليسا عن عدنا الشركيين ولم يلبسوا إيمانا بظلم ظلم غاسي صحابة مكي مغلين حديث ابن مسعود أوريي وحليها ابن مسعود مكي أيضا صدقتي صحابة وعيابي قف على قف مؤمنة عدنا ظلم اسكي الاليانيين وحيله أمن إهداي وعيده فأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله رسول الله قفا نفسي ظلمين إني ما جر عن ذنبي كل عين وحيوقع تن ظلمي عادي قوه دسكا قفا سيد ذنبي معاسه وصمينا يوقع تن إلا أن ظلمي يصدح قيب الله قيبي ظلمي قفا سيد ظلمنا يصدح نحو صمينا وحي إلهي كرر بي معاسيه وصمينا نكا ظالم لنفسه هو ظلم عاجر وقف كلا تقعد قد بيسي فلالك مسلم كا ليكي سدادي سيا مالكي سدعضي عايدي حمتي يعني إنو قدبي ظلمي قفك الأو قدبي لفضح لك ما الله عايد وحكا ليسا ظلمي سدعضو ظلم العبد لربه قفك إنو ربي سدلمي إنو أشكي مالك وحي أقاسين بظلم تاس ما دام النكرة إتاي إنو عام تاي أقاسين وحيدا يعني يا نسدي سدلمينين رسول الله مالك نبي وحكيري ليس بذلكم متك آدين ما هني ألم تسمعوا إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم ميدان مقل لقمان قول كي سرهاي يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إذن شرك ظلم آيدك هذا شيء وامتك شرك قوة ما حايد لقوة ذا مر معنين الذين آمنوا ذاتك حق رمي توحيد بي لي مادي إلهي برمي ولم يلبسوا إيمانهم إيمان كوداس إرومين تاس إروميين كمدرين بظلم بالشرك الشرك كمدرين على كل شيء عبودين أولئك لهم الأمن ابن عباس وعيري لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا هسكو فصلي آخر وأمان قلايان عذاب قبل كمان قلايان بنك قيام لباسي كمان قلايان عذاب كمان قلايان الدنيا كان أيها هنونسا أيها صوصا وضع سحكو كل جن. تاس وكف فصلي ابن عباس عيدا مركا تان أركينه توحيد فضيلة نوشك وآئن أمني يهداي لوجه لاي.
وعن عباد بن الصامت رضي الله عنه قال صحابي جليل عباد بن الصامت الله رعا لك النقضي وان ان رخز رجع انصار يا وايه ذكر انصار يدو كم اذاها ان ان محمد عليه السلام رميه وكم اذاها سنة كا اضن يا فراد مكوى لنتي رضي عنه وارضاه اصوات صدوات الوجرة عباد مركب حجري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله وعلى من شهد قفك قيرة أن لا إله معبود حق المسجرين إلا الله الله مهنه وحده كله لا شريك له شرك شريك عن أسغنين وفي انت قيرة وأن محمدا محمد إنه يهي عبده إله أدون كيسا ورسول رسول كيس إنه يهي وأن عيسى عيسى إنه يهي نقره عبد الله إله أدون كيسا إيا ورسول رسول كيسا وكلمته إله كلمة ديسين ويا عيسى ألقاها أوسيي إلى مريم مريم أوسي معناها كلمة الشيء وعيسى هاي سأل الله مريم وعم عيسى ملك قرسانين إله سبحانه وتعالى جبريل أسوى ديري ديري عيدا قعنتو سأقوى أفوفي عروش يدعونه قاسا قلي نبي عيسى مركا كلمة وحياة كن أهو فكان هو نقضي إن مثل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون كلمة داسي وما وكلمته ألقاها إلى مريم كلمة أكتر حق هذا أم أسيي مريم وروح وانا الروح ومخلوق منه من الله إلى حق السكاة هذه انت قف في قرة والجنة حق جنة واحد جرى إني تاي قف في قرة والنار حق النار كان حق إني تاي واحد جرى إني تاي قف في قرة أم بيلين معنا جنة مجرته نار مجر قف عندهن أو قرة إنت قف في لجهلة أدخله الله إلى وحو قلنا يا الجنة جنو قلنا على ما كان مع ما كان أصول بوتا من العمل عمل نوتا عمل قوته نعذرها أعظم هيا راضو حبتنا وعروف فسري حفي عناد حماض انت قف الى يهلا انت يري عمل قوتا وجانك قرايا معناها سؤال الشيء على ما كان من عملي يعني على حسب عملي وعروف فسري جنو قرايا جنو قرو درجات الجنة عمل كي سيكوح لانتا مركا ما درجة الكواد ودقام السلوات مستن بقرات مستن كماد عمل كي سيكوح لانتا تاخر وعروف فسري ايضا أخرجه حديث صاري بخاري يا مسلم أي صوصر حديث صحيح وعن عباد بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شهد قفك كم مرخات النغضة قفك قرة أن لا إله إلا الله اللهم أنا إله كلا مجر أن كلا برني يا جماعة إله إيا الله لبيك لي إله هو على وحي العابدون قراح ذا عابدي إله بأسهي سلام تتبع عابدي إله بقوية هاي نبي عيسى عابدي وان صارت كم ذا إله بقوية هاي واقع إله وحي العابد رموة لفظ عام وايكاس لكن الله هو معروف إلهي نعبوري كون كعبوري التاقي مي عيسى واي وعلم اسم علم واي مركا لا إله لا معبوده معبود حقا مجره لا معبود كيلو مويا كين كره معبود يلا واجران ولا عابدي لكن بحق انك قدرته حق لهم عابدين كواس بعد الله عابدين ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل من شهد أن لا إله إلا الله وحده كليس لا شريك له وحلو ذا إله لماذا مجر توقف في قرة وأن محمدا قف قرة محمد إلو هي عبده ورسول أدوان إلهي رسول إلهي هو أدوان لماذا نوى شرف مرك إلهي الغوتيري أدوان الله تعالى رغوله أمانك الأسوية مجر وكذا بيس فشو قدم بيس هو سبحان الذي أسرى بعبده ليلا تبارك النزل على عبده مجدا أمانه وأن محمدا محمد إنه جاي عبده عبد الله ورسوله وأن عيسى عيسى إنه جاي عبد الله ورسوله عيسى وأدون الله ورسول الله إلهنا ما ابن إلهنا ما سيد من أستعرض أيدهن هذا ما الله حدد بالدقايان لا شد عيسى وحيقول له إلهي ويل أبنى الشيء أي أدب الذين سبحانه فجدا وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى مسيح ابن الله
waxay aaminsan yihiin nabi ciise inuu yahay ilaahay wiilkiisa maxay waxay leeyihiin aabo ma lahayn aabbihiis ilaahay wa waciyaadu billah marka taas in meel iska dhigo la qiro ciise inuu yahay addoon alle iyo rasuul u soo dirsaday waa kalimaatuhu ciise inuu yahay kelimadda ilaahay allatii kelimadaasoo alqaaha uu siiyey ilaa maryam maryam xaggeeda ugu deeqay hiya waa ruuxun minhu ruux ilaahay xaggiisa ka ahaaday oo lagu afuufay riximkii hooyadiisa wa ruuxun minhu yani lahu makhluuq alla uu leeyahay waaljannata jannada inay xaq tahay wax jira inay tahay wannaara naartana xaq inay tahay qof intaa qira adkhalahu llahu ilaahay wuxuu gelinayaa aljannata jannadi calaa maa kaana min camal waxalle wixii camal markaas uu wato calaa maa kaana min camal waa fasirnay laba macnay leedahay camalku doona ha watee ha u yaraado ha u badnaado ha u xumaado ha u ficinaade marbaad intaa laga helay camalka dhan waxaa afka u dhigtay tawxiidkaas jannu ku galaya macnaha labaad waxa waaye jannu galaa laakiin darajadu waxay ku xidhan tahay calaa maa kaana min alcamali xasba camali camalku u samaystay hadda intuu la egyahay uu darajada ku helaya akhrajahu walahumaa bukhaari muslim waxay wariyeen min xadiidi cisbaan saxaabi cisbaan la yidhaahdo ibnu maalik ayaa wuxuu ahaa fa ina allaha ilaahay xarama wuxuu xaaraantinimeeyey cala annaari naartu ka xaaraantinimeeyey man qofka qaala dhaha laa ilaaha ila allah yabtagii ku raadsanaayo bidalika hadalkaas wajaha allaahi ilaahay wajigiisa markuu laa ilaaha dhahaayo dan gaara kama wato dhiiga ku badbaada ma aha muslimiinta ka tirsanow ma aha ilaahay dartiisa wejigiisu raadina qofkii intaa dhahaa naar waa xaara inay cunto fa ina allaha ilaahay xarama cala annaar naar waa ka reebay waa ka celiyey waa ka xaaraantinimeeyey man qaala qofkii dhaha laa ilaaha ila allah waliba yabtagii ku raadsanaayo ku dalbanaayo bidalika hadalkaasi wajha allah ilaahay wejigiisa dar allay ka tahay macna ikhlaasay ka tahay tawxiidka fadigiisa waa kaasaa marka laa ilaha illa dhahday qalbi ay ka soo go'day munaafinima kaama ahan insha allah naas ma arkaysaan insha allahu tacala wa can abi saciidi alkhudri can rasuuli illahi sala allahu alayhi waalihi wasalama qaal saxaabi jiliga abu saciid alkhudri waa macruuf isagana sacad ibnu malik ibnu sinaan alkhudri abu saciid ku magac dheeraay rasuulka uu ka wariyey inuu yidhi qaala muusa nebi muusa wuxuu yidhi yaa rabbi rabbiyow callimnii ibar shay-an shay ibar adkuruka aan kugu xuso wa adcuuka bi aan kugu baryo waxaan rabaa duco mar alla markaan dikrigaaga rabo inaan akriyo ayadla ku celceliyo aan kugu xuso markaan ku baryaayana shaygaas aan kugu baryaan rabaa qaala wuxuu yihi ilaahay qul waxaa dhahdaa yaa muusa muusow laa ilaaha ila allah dheh dikrina waaye ducana waaye laa ilaaha ila allah ku celceli ku wardi qaala wuxuu yihi yaa rabbi rabbiyow kullu cibaadika addoommadaa dhammaantood yaquuluuna haadaa saanay dhahooyiin aniga waxaan rabaa wax ikhaas ah oo aniga ilaahay adig kugu weynayaan rabaa laa ilaha illa ummadda dhan waa dhahoysaaye saasu dhaha markaa qaala wuxuu yihi ilaahay yaa muusa muusow laa ilaha illa haddaad yaraysatay aan kuu sheegay marka mansiladeedu law anna asamaawaati asabca haddii toddobada samaawaad iyo wacaamirahunna wixii camiraayo ku dhex jiro hayri marka layga reebo sababta ilaahay waxa waaye fowqa carshihi fowqa samaawaatu wixii samaawaat toddobada camira marka ana laga bixiyo wal araadiina asabca toddobada dhul haddii fii kifatin miisaanka labadiisa qayb qayb la saaro miisaanka waxaa lagu miisaamaayo laba qayb uu leeyahay qaybta waxaa la saaraa dhagixii iyo kiilaadkii qayb waxaa la saaraa raashinkii la beegi lahaa la miisaami lahaa marka hal qayb haddii samaawaadka toddobada ah iyo waxa ku jiro dhan dhulka toddobada ah todoba dhul lasoo qaado hal qayb la saaro walaa ilaaha ila allah fii kif kelimadaana hal meel la saaro maalat way la leexanaysaa bihinna intaasoo dhan laa ilaaha ila allah leexan a ka xoog badinayso jaanibka laa ilaha ku jirto ayaa hoos u dhacaysa culayskeedii macna saasuu ka wada rawaa xadiidku waxaa wariyay ibnu xibbaana walxaakim wasaxaxahu imaam xaakim xadiisa saxiix u dhahay
لكن بعد التتبع مرك حديث بقول سمي حديث حقا وعليسية نلا يرادو دراج أيا كجرا وكوري عن الهيثم مرك الساس علماء كوضع ضعيفين إن كان حديث سوى ضعيف بينهم وامي رواية دراج عن الهيثم وحديث ضعيفة لكن وحجره لبكر حديثه أو لم معنى معنى حديث مواصح حديث معنى مواصح أو لا إله إلا الله ويكعل استهي سماوات كبن لكن حديث عن سائر ديجن أو يقول ذوريي جب أكوجر سوى سعيما لو حديث محيي حديث وحجره نبي نوح عليه السلام أيا ويل كيسا أدر دار ما يمركو لمناي حديث ما محن سوى ساري وان حديث صحيح ما بشغل البان صحيح وحير نبي نوح ويل كيسو الله الله يا بني آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع أو الأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجعت بهن لا إله إلا الله تصوير مركو أسكو معنا لبدا حديث مت كان سند هذا ضعيف وما هنه مت كان داخلين نبي نوح ويل كيسو الدار ما يواصحي وحجر حديث كلا حديث بداخل إلى السجنة سنة صحيحة لنا قيام لكينا يا إلى وحسابنا هل حسنا نك هل ولا وسم يمجد بقوين الله سبحانه كل الذنوب كتا مركل الميزان ونا أصوب بعضه إله سؤال ويدينا نيا هو وليا وح وناك ما سمع الله نوراني وح وناك بلي ما سمع بل إن لك عندنا حسنا مي هشوا جتالي ما هي تايوا مركز بداقية بداقية بداقة معروفة الله سبحانه وحق قرن إنه كل واقع المال لا إله إلا الله كتار وعلى سوسا بداقة حسنات ريا سما استوالي مركز لا إله هو وح الشيء التاين والدم بيرجيله أو حق قرن ديوان كان يبداقة حكيس كخبر عيا وابه لا يسمور عني بسوي مركز ميزان الله صار عليه سجلكي وينا أو مرتي ديوانكي وينا دروس قرنيت هل كيف على سارة بداقة يا ريت كيف على سارة بداقة هو سؤال عيسى مركز إلى يقول عور جنة الصعب مجد يا مركز توحيدك فايد أولي لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله شرد الله يسكره ما سيد منافقين توكل نعم وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قال يا قال موسى يا ربي ربي علمني إبر شيئا وحو أذكرك أنكو وحصو وأدعوك بي أنكو ودعيسو أنكو بري قال قل يا موسى وعد هذا موسى لا إله إلا الله ده. قال يا ربي ربي كل عبادك الدوم هذا رمانتون يقولون وإلهيان هذا وركا قال وحر يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري هذه السماوات الدوم هي وح عمرها يكون حجرون مركاني لغير ريبو والأراضين السبع تضوضل في كفة قبل صار ميزان قبل ولا إله إلا الله كلمة داسنا في كفة صار مالت بهن وإلا اللي حتى لا إله إلا كحق مدنيش رواه ابن حبان والحق وسحديث وكاظ اللي سنة تيسا وللترمذي وحو الإمام ترمذي وحسن وحديث حسن كف المامي حسن ودرجة الرباد حديث صحيح هو عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا سمي مالك أي وحي رسولك وحن كم مغلس ونهايو قال الله تعالى حديث كتوى إلى وحي يري يا ابن آدم ابن آدم آدم ويلكيسي وقف كسو آدم كسو الجيدة على قوة لو أتيتني هداد إلى تماده قيامة مكاد إيمانيس بقراب الأرض الألك مجيسة خطايا ودنبئة دنبئة صوصة ميسي الألك إنت مجيس دنبئة وضلتا إلى أول هرتكسي ثم كذب لقيتني أذي لكل أنتو لا تشرك بي شيئا أذو وحي إلا ولا جنين ذنبك استوضو شرككم مجر ثم لا أتيتك عن قول إيمانا عن قسينا بقرابها للك مجيس أو مغفرة ذنب دافا عن قسينا شرك إيقل علي بس ها وحكى لهم أبيلا يعني ها حديث حديث صحيح واسقنا يا ها سمعت رسول الله يقول قال الله تعالى إلى يحيري يا ابن آدم إن آدنوا لو أتيتني حداد إلى تمادو بقراب الأرض تلك مجيسو خطايا دنبيا ثم أدنى لقيتني آد إلى كلانتي زور ساكتي
لا تشركوا بي أضوء إلى وذاجنين شيء وحبا لا أتيتك وأن قول إيمانا يا بقرابها روك مجيس مغفرة مرك أتيتني دامشا وحا أرمض خلق فكرين ثم لقيتني أتيتني وحوا إتوبت كنت دوا دنبي أدلت تيمير روك مجيسا وانا كتوبت كنت هذا شرك كجرين دنبي تافان قسينا شركة تولغة توبت كيني كرائي لكن حديثك ظاهر في الحواء قيامة دي قفر تقو أصدد ذنبي بضن وطا شركة قاطع مشكلة كيني أنا رافين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قفو دون لك حيثين إلهي ذنبي سوا ذنبي الأفتي سوا سعوائي وحرة سمي شرك سكرا لها سبيل إلهي لمن يشاء قفو دون ولا فأغوهد أذينا كجد لمن يغارمك لمن يشاء في باب كان وحاكجر مسائل دور مسأله الأولى تنكبات سعة فضل الله إلهي فضل جسن واسع سؤقان كلمة كنا واغري جرات كل الشيء واسع نيو إلهي فضل جسن الثانية مسألة بعد كثرة ثواب التوحيد توحيد كأجر كيسن وبضيها عند الله لك في سعاد وبضيه الثالثة مسألة صدحات تكفيره نافد الله كل نافو مع ذلك للذنوب أيضا أنت سيجيز ذنب الذنوب لكل نافو إلهي وكل نافو توحيد الذنوب لكل نافو فأس هذا مغليني ثم لا تشرك بي شيء لا أتيتك بقرابة مغفرة قف أنت أهل موحد وياهي فجوا لي القيامة لكن ما أنت الشرك ولدت ما أنت شيء قادر يشخ ويس دشخ سارن تاي نعريز هذا وكرفقتي ما أنت إلهي مكبرت إلهي وله عدنها وضري سلاف مشايخنا فراكغا الرابعة تفسير الآية الثانية والثمانين التي في سورة الأنعام آية سورة الأنعام كجر سيئة سيئتين لبعض الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلمه تفسير كذي وصوء غاني وإن قفك إله أرمية ونكبر احترى إيمانك شرك حدي لك شرك كجره أمني مجره وتعد أجرنا رفاق النهيسة كدان وركز كبر عفو الخامسة تنشنات تأمل الخمس إن لو ربا قرر في الفيريو التأمل هو النظر بدقة في سفي عن لو فيريو إن سفي عن لو ربا قرر الخمس شنتي اللواتي شنتا صور في حديث عبادة عبادة بن الصامت حديث كيسي محوها من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وإلى آخره شنتا سفي عن لو في الفيريو إلهي إله نمو وعقونسو حوش تهيني نبي محمد إنو أدوان الله يرسول عليه قر نبي عيسى صدوك شن تاثر غصو الشيقي جنة إلي جرتو نار إلي جرتو قلبي فقر سو أمين إن أسمع التفير في السدوان السادسة تنلحات أنك أذيق إذا جمعت ذات كل مصر بين وحديث هذا صوم حديث مارتي عبادة إيوه بين حديث عتبان حديث عتبان ويحكدن بي عتبان وحوها يبتغي بذلك وجه الله انت مركع كل مصر تبين لك وحقو عداناي معنى قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحي لقوة مكاسة أغاني إن أسأل هنكلية إن أفلو الله أي لا صعته إخلاص نمو منافقين محلوين وما هم بمؤمنين وما أولئك بمؤمنين من حلو دهي وأن كنت واقع إلى إله سببتها قلبي كمجينا إيه أفكي كده هايين ديكو إلا بتبادي سربين بس مسلمين تعالى لكم بديكو ديكين هبت دادو إسكال هاي لذلك مركي قال الله كرمان قال الله شقين جرين قلبهم وقالبهم قالوا الله جرين إذن حديث كده هاي حديث عبادة عن صوم مرني من شهد أن لا إله كذا كذا لا هاي يحديث في عتبان أو قيدي ابتغاء وجه الله واسحاب أيامه معناه لا إله إلا الله من سامرك لا إله إلا الله وعلى ولا قفك إلهي كل سعابدة إخلاصنا كتاي ذر الله كتاي وتبين لك وحك لك وعدان أيو خطأ المغرورين ذاتك تشومي قفك هذا إني قفتين ذات باقوك تشومي لا إله إلا الله إلى يومنا هذا وحك لي أنيا لا إله إلا الله يا وحي حالي سامره وأزلي سنة وعبو هذا ذو الدلا ديك سامو بني سنة حول سامي وقادنا يقول أنا مسلم أنا كلمة ده شكوك تشون إذا المسلم ماذا
لا إله إلا الله كلمة أنا وإن لجت ابتغاء وجه الله خالصا من قلبي عز أبي هريرة بخاري كوي إلي وبشارع قفك لا إله إلا الله خالصا من قلبي قلبي سكسوك عضي. إذن أنك إذا جمعت مكات كل مسوه بينه بين حديث عبادة ابن صامت وبين حديث عتبان في حديث عتبان وما بعد يحكذن به تبين ركوع كوع دانا معنى قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناه لقوضه وكوع دانا إثنين كلية التلفظ وخطئ وتبين وكوع دانا لك هذه خطأ المغرورين كوع كتسومي كلمة داني قفكوا وكوع دانا لا وعين مغلين قف إلى لا إله جانو قلع مركاسا كلمة دنهان وحي راسك سميا وح أبيهير هابي راتي مجر بل قاركوز على غير كسي عبودايا سيكون المسلمين هنا عني تاس بدلالك مجر بدلالك عكو جرتا ابتغاء وجه الله. السابعة التنبيه وحال السكبر الرجي للشرط الذي شرط يكجري في حديث عتبان. حديث عتبان وحال كجري يبتغي بها وجه الله إنه على ذلك سؤاله. الثامنة السلسلة كون الأنبياء نبي ذا يحتاجون وحيبهنائين للتنبيه القبر رجيو على فضل لا إله إلا الله. نبي موسى وكلا إنك سعدس ضعيف نقضي في الشيخ السوقاتي معناها لا إله سوى يقيني وأنا لكن فضل إلا إله كقصونا ولو عدي فصولا أدونا ونهان وكذا ليري سماوات الله يسكت ضرورنا ويحكو جرا كيف هذه الأسارة لا إله كراجحنا قرأي سو مركا أنبياء وأباهنا أي لفتو ذا إنه أبرا رجيو فضل إلي ذا لا إله إلا الله. التاسعة التنبيه إن لسك أبرا رجيو لرجحانها إنه كراجحنا قرأي سو لا إله إلا الله بجميع المخلوقات مخلوقات قرأي للك علك وحيار قرأي وحكحوا بذلك لا إله إلا الله مع أن كثيرا أيضا ولتطبذا وممن يقولها أقوها الكلمة دان يخفف ميزان هذا ميزان كيف يخفف دانا وعجيب به إلهي نذكرية داد بذر لا إله لها يدنا نار قراء والعياذ بالله ميزان كيف يخفف نقراء أعوثانين محايا لي قلبي قال لي يا با إنه قلب قلب أشك يا كجري ما يقين ثانين أمو حسكوها لي كلية نعرف إلهي كلية حسكوها لي وحق عذاب كان مفيرين مركا أيضا هذا أنا راجع نقرأيسه بعد أن أتكاركوت ناركو قلم وعياذ بالله. التنبيه وعلى الكبرى رجي لرجحانها لرجحان لا إله إلا الله كلمة التوحيدك إني راجحتها بجميع المخلوقات مخلوقات ورانك راجع نقرأيسه مع أيضا جرته أن كثيرا إنبدا ممن يقولها تلك كل واقع يخفف ميزانه إنه ميزان كيس خفيفة وسعسة نقرأيسه وأما من خفض موازينه فأولاك أوليه الذين خسروا أنفسهم. العاشرة النص على عدي على أن الأراضين سبع كالسماوات تلك وتضمس السماوات وكذا في سورة الطلاق آخر كيلو وكون جرتي الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن مركا حركة وتضمس تلك وتضمس آيدا الله يدلس يا حادثة. الحادثة عشرة أن لهن سماوات أرض وحيليهن عمارة عامرة أنا أمجده لكن مخلوق الله سيغنر قول خلفتي سيغنر وعلى الأميرة قرن سيغنر. الثالثة عشر إثبات الصفات صفات إله إلا الصغو إله سفوس الشيقاء الجرسي وحيري ما حيري سماوات السبع وعامرهن غيري ماشي حد يقول لك إلهي إنه نغسر سبحانه وتعالى فوق عرش إنه جروه الله في السماء خلافا أنا وخلافين للأشعارية لمن أشعري لراده صفات إلهي قاركوت تأويلي أنا وخلافين مركا وإنا سقنا صفات إلهي والشكتي. الثالثة عشرة مسلسل حيث من هذا حيث هاي أنك أذير إذا عرفت عداد قرتي حديث أنس حديث أنس ابن مالك مكاد أغاتي عرفت واحد أغاتي أن قوله في حديث عتبان نبي قول كيسو حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أولا هاي حتى أصدقوا قاتي وحدوا قاتي أنه ترك الشرك هو مركا يبتغي بذلك وجه الله على قوة ترك الشرك شرك لغتها هو ليس قولها باللسان كلمة
afka lagu wacay la ilaha illa allah kaliya maaha hadaba dadka qaarkood qabuura caabuda la ilaha waa dhaa waa ku wartis wax weyn wataan la ilaha illa waa ku wartinooy sheekhan waxbay ka rajaynooy idan half waxa waaye inaad ka dheeraad shirkiga laa ilaha illa dhaha shirkina waad ka wataa isma keenayso annaka idaa carata daad garatay xadiis anas carat waxaad ogaatay anna qowlahu nabiga qowlkiisa u lahaa fii xadiis cibaan ku dhahay fa ina allaha xarama cala annaar ilaha naar ruuxuu ka xaaraantinimay man qaala laa ilaha ila allah yabtagii bidalka wajha allah annahu inuu yahay warkaasi tarku shirki waa laysa maaha qowluhaa billisaan in kelimada afka loogu dhawaa keliya maahan waa tar laska dhaafaa shirkiga الرابعه عشر تامل الجمع الا فيريو سي لو جمعيه بين كون عيسى ومحمد نبي عيسى ومحمد وحاله كلميه عبد الله ورسوله اني اهاي لبا ادون لبا رسول الله سبحانه وسبحانه ان محمدا عبد ورسول وانا عيسى عبد الله ورسول وعلم النبي لبا ادونه واي الخامس العشر معرفه اختصاص عيسى waxaa ogaanay ciise inuu la gaar ahaa bikownihi kalimatullah kalimad ilaahay kun fayakun ula gaara asaga asaadisa cashara macrifatu inaan garanay kownuhu ruuxan min ay min makhluuqaati nebi ciise wuxuu ahaa mid ka mida ilaahay makhluuqaatkiisa allahba tilmaamay asaabicata cashara macrifatu fadli liimaan biljannati wannaar jannada iyo naarta in la rumeeya fadli ay leedahay waa soo ogaanay waa lagu jana tega maan athaaminata cashar macrifatu qowlihi calaa maa kaana min camal calaa maa kaana min camal waa soo fahamnay waa soo fasirnay ilaah jannuu geynayaa calaa maa kaana min camal waa loo ku fasirnay macnaha koowaad an yadkhulu ljannata calaa xasabi camalihi janna wuxuu ku helaa hadda camalkiis janna waa galaa laakiin darajada wuxuu ka helayaa camalkiis siduu ahaa macnaha labaad يدخل الجنة سواء كان عمله قليلا أو كثيرا صالحا أو فاسدا قفكي توحيدك لا يهل أهل الجنة واحد عملك سواء إرادها أو بطناضه حهو ماذا في عناد التاسعة عشر معرفة أن الميزان له كفتان ميزان كقيامها له ميزان يعماشا لا بقيب له سلك الدنك وكروه المسألة العشرون والأخيرة مسألة لباتناد قدام بيساء باب كان ومعرفة ذكر الوجه إلهي وجهي سأل الله هذا القاضي وآه ابتغاء وجه الله يبتغي بذلك وجه الله إلهي سبحانه وتعالى صفة الوجه وعلى أوليه أي وجهي أنا لينا أوكل ما عضو من أعضاء الإنسان أوكل ما أي واصف من صفات الله فرع صفة فإني صفكس إلهي وشيكته ويخلاف سنتها صفات المخلوقات الله هو أنفعه والله سبحانه وتعالى أعلم سؤال أيان الحداث ويجي دصوح سوسي وأبصه المامي ان شاء الله وقيت سؤاشه السلام عليكم استاذ كورن قفك مركا كو واخبرت لعق حارانا كديب و هو هلي شقو تاسي ما كو يلانيس واخ ديباتا استاذ معنا قفا واخبرشيس هوره شي حرام و واخ كوسو برتي لعق حارانا اسكول كو تغي الى جامعات كديب شقو هلي كديبنا شقو الى وسهلي علماء waxay leeyihiin wax saameen oo lacagtaas haaraanta ku yeelan karto.